وبقى خير يزيد ديالنا دابا اخيرا ان شاء الله تبارك الله. كندخلوا هذا الزيت وكامل الشاميه ديالنا باش عاد العافيه ان شاء الله باش نعملوا غير الجمر. كتشوفوها هما هادو الشوامي ديال ماشي الدوم. سخون غير شويه راه قنطار يلاه يقدر يعطيك واحد 5 لتر. هذا النوع ديال الزيتون من طبيعه الحال بيشولين مغربيه اصليه حره. هذه بيشولين مغربيه يعني ماشي مناره ماشي حوزيه، هذه بيشولين ديال الجبل ديال الاجداد ما شاء الله تبارك الله. المهم الطريقه هي هذه لاله غزلان. ها انتما تشوفوا الزيتون ديالنا كيفاش كنعملوا غزال ما شاء الله تبارك الله. كنسقطوه ولا كنجنيوه بحال هكا من الشجره ديالنا. ها انتما يا ربي يرحمنا الشتاء باش يزيد ان شاء الله يتمات راه كيتكرم هكا الزيتون تبارك الله. غير خاص شويه الشتاء وصافي ما شاء الله ما شاء الله. دابا غنحلوا القدر الكافي. المهم الفرن ما كتهزناش بزاف، غنديروا قد ما كتهز الفرن وعلوانا خلاص حنا كل نهار كنصيبوه كما العاده يعني فيما نحميو ونقيوه. اي كل حاميه كنديروا فيها، وهاد اليامات ديال العلوانه واخا ماشي بالضروره مثلا كل حاميه غنديروها كل نهار حيت مطلوبه تبارك الله. غير دابا راه عندي اكثر من 50 لتر مطلوبه كوموند، اللي بغى يطلب مرحبا راه حنا غنوجدوا لكم الكميه الكافيه ان شاء الله باذن الله. واخا فيها شويه ديال التماره واخا فيها شويه ديال التماره ولكن ماشي خساره في المشاهدين، ماشي خساره. يلا على بركه الله ان شاء الله غنوريكم الطريقه من الاول حتى الاخر ان شاء الله. هانتوما كنرميو الزيتون في حيط الفرن من بعد ما حمينا صافي كنبقاو نرميوه هكا كامل داكشي كامل اللي في القفة كامل كنرميوه ونخليوه حتى لغدا ونجبدو ان شاء الله. يعني كيسخن غير بديك السخونية اللي مورا الخبز صافي نرميها غير بحال هكا ونفرقو باللوح كيما غتشوفوني نفرقو مزيان باش يسخن مزيان صافي. دابا نبقى نعملو بحال هكا نفرقو مزيان في الفرن هكا ميبقاش شي شتي. دابا غنفرقو مزيان على بركة الله. اول حاجه طويو الدنيا ان شاء الله باذن الله ونقيو الحاله حيت نصايبوا لكم علوانه ان شاء الله باذن الله. وكيعجبنا الخدمه نلقاو اصلا راه الزيت علوان ولا زيت كامل ولا زيت وكل شيء خصنا نلقى في النظافه. انا كيعجبني كي الدنيا مزيونه على خاطرك تخدم في راحه ديالك وطبيعه الحال يكون احسن جوده ان شاء الله. يلا صفوان على بركه الله. يلا سيق مع ماما سيق يلا يلا كرت كرت مراد مسكين بابا قول لهم امين. الله يشافيني صفوان فيها الرواح فيها الرواح مسكين مراد دعواتكم معاه. المهم انا غنسيق ان شاء الله يا ربي الدنيا كامله نرجعوها تتشعل وعاد نبداو معاكم على بركه الله. انا نعطيك كرت صافي قربت شي أجي صفوان أجي أجي صفوان. على بركة الله دابا خاصنا نغسلو الشوامي ونخمروهم مزيان كيفما كتشوفو هما هادو الشوامي ديال ماشي الدوم نسيت شنو سميت هذا. المهم داكشي طبيعي تقليدي ضروري خاصهم عندنا حنا في البلاد كيعملوا منه بحال الدوميه تقريبا. اييه المهم ضروري خاصهم يتغسلوا مزيان ويتخمروا لان يعني كلشي على النظافه. فاش كتنقي الحاجه كطلع على حقها وطريقه ما شاء الله تبارك الله. راكم عارفين الغبره دابا. اييه ولا بد فاش الصيف كيدير الغبره احسن عصير كيجي لا في الزيتون ولا في علوانه هو الشوامي. حتى الريحه ان شاء الله التقليديه راه غنوريكم الشوامي كبار ديالها ان شاء الله باذن الله كيتغسلوا دائما بحال هكا وداك الشيء. يا سلام سبحان الله ربي كيعطي واحد اللذه يعني في الزيتون ملي كيتعصروا في الشوامي وسبحان الله. يعني هادو اصلا خصيصا مصنوعين للزيتون. المهم هادو غيبقاو يترقدوا على الاقل واحد ساعتين ديال المكانه باش يرطبوا مزيان باش فاش نديروا فيهم الزيت غيهبط داك الشيء. دابا غنخليوهم هنا وغندوزو ان شاء الله لحد اخر. تبارك الله على الحدقه غزلان وخلاص.
الله يعطيك الصحة. صباح صحات قاد الصباح ياك. ضروري. بارك الله عليك ما شاء الله. ومن طبيعة الحال بعد ما جبنا الزيتون من الفرن. اللهم زيد وفرن. ها هو ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف هذا الشكل هذا. يا سلام. تكملت واحد شويوش. ما يا ربي يرحمنا باش ان شاء الله. اي دابا راه ما فيش الزيت كيف ما لو كان طاحت عليه الشتا، لو كان طاحت عليه الشتا كيدير شي شويه ديال الزيت. ولكن دابا راه مثلا كيعطي غير شويه وصافي. راه قنطار يلاه يقدر يعطيك واحد 5 لتر. راه دابا علوانه كطيح غاليه ولكن احسن علوانه في العالم هي هذه ما شاء الله تبارك الله. هذه هي الطريقه الجدد ديالنا كيفاش كانوا كيصاغبوا علوانه شحال هذه، غير بالحجره بحال هذه وحجره بحال هذه. المهم ضروري خص تكون واحد الحجره هكا، ما يمكنش ندق في الارض حيت الزيتون كيكون قاصح او بالعظم. ضروري خص شي حجره مع الحجره باش يلاه كتدق لنا مزيان. اي الطريقه الوحيده هي هذه؟ لا هذه هي الطريقه الوحيده ديالو الصحيحه، وكلشي كيعملها الطريقه هذه. الزيتون ديالنا بالوحده ولا بجوج على حساب، وكنقندق هكا مزيان. نتي تفرتت لي مزيان باش ان شاء الله ملي نكون كنصاغبو يعاوننا ويساعدني هكا مزيان. كندقو بحال هكا بالوحده ولا بجوج على حساب كل واحد والطريقه ديالو. ها انتوما يا صراحة هاد الدقة هكا خصها شي أغنية جميلية، ولكن اختاكم ما عرفتش تغني قبلوا عليا تنقولك خالتي تبرعت باش نلهيو الوقت. شحال هادي كانوا كيتجمعو بزاف ديال الناس هكا اللي عندو شي اللي بيعمل زيتون زيت الفرن كيجيو كيتجمعو شي دكانة ولا شي بلاصة وكيبداو يغنيو بداو شي دغيا كيقوز الوقت. شحال هادي ملي كنا كندقو ويكون الزيتون مسكين شابع الشتا كان الزيت تبارك الله كينطش فيه. دابا حقاش الزيت شوية مازال ما طاحت الشتا مسكين ناشف. الله يرحمنا يا ربي الحبيب برحمته واسعة. الشغل يبغي المعونة، هادشي هذا راه خصو شوية المعونة ضروري. كيخنط والله إلا كيخنط بعد الصراحة الله، يعني تمن شحال ما قال لكم الناس قولوا لهم مرحبا. أنا حنا كنبغيو نبين لكم المراحل كاملة باش نتوما تعيشوا هاد الأجواء وتعرفوا حتى الزيت من ما جا ومنين خارجة وكيفاش الطريقة اللي كتخرج بها الزيت. ما شاء الله طلق واحد الريحه روعه روعه. الريحه ديال الغزالة تبارك الله، خصوصا يعني ان شاء الله من العصر وتشوف واو على كيف الريحه كيعطيك كتحمر روعه. المهم الناس اللي ذاقوه ديجا ذاقوه ديجا كيعرفوا هما اللي يحسوا. باش عاد العافيه ان شاء الله باش نعملوا غير الجمر نخليها حتى تطحنيش انا بقاو غير الجبر عاد ان شاء الله نكمل معكم مراحل. ومن طبيعه الحال اللهم زيد وبارك. دابا راه شعلات غزله العافيه. المرحله الثانيه هي طاحوا غير الجمر. دابا غنخليو القصعه شويه تسخن غير تسخن غير شويه صافي، وديك الساعه انت غنبدا نخدمه بيدي ان شاء الله يا رب. على بركه الله ما شاء الله تبارك الله. العافية سخون. ما شاء الله تبارك الله. بدات كتخرج منو الزيت خصو يتعصر مزيان. خاص اصلا الزيت هذا العام شويه وصافي ما شاء الله تبارك الله. مازال ناشف مسكين هذا الزيت تبارك الله. خصو يرجع بحال عجينة بحال كان عجينة من دوي طبخ كي راه يخرج من الزيت. هذه اللي يقول لها خرجوا مني خذي الصحه. هيك هيك انا في الدوار شي واحد شي مرة بغي معايا الولد تقول له انت خرج من الزيت. والله خرج لي من الزيت الزيت الزيتون الزيت دابا حنا كنخرجو من الزيتون الزيت. ها هو بقى يخرج الزيت ديالنا دابا اخيرا بعد عناء طويل. انتم تبارك الله الدمعة الدمعة ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. ها هو تبارك الله. شوفوا شوفوا باش تعرفوا زيت. ها هو تبارك الله. ها ما شاء الله ما شاء الله. هذه هي علوانها علوان الحره الاصليه ما شاء الله تبارك الله. هذه
على بركة الله ما شاء الله تبارك الله. شو من يدي النفسكو ام مزيد وغيره. ايوا دابا كنعمرو مزيان دابا كتجي مرحله التعمير في الشوامي. ها انتم تصرت داكشي على حقو طريقو ان شاء الله تبارك الله. كندخلوا هذا الزيت تام في الشاميه ديالنا ونوزعوا هكا الشاميه من هنا كيخرج الزيت ما شاء الله تبارك الله. كل شيء طبيعي كل شيء تقليدي على حقو طريقو كل شيء بلدي كل شيء هو هذاك. الله تبارك الله شوفوا الزيت ها هو تبارك الله بدا كيقطر من دابا الزيت ما شاء الله تبارك الله. صافي كنعمروها مزيان بحال هكا الله تبارك الله. صافي عقد ليه شوي انتي مشاي شوية شوي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله بلادنا ان شاء الله تبارك الله. اللهم يسر ولا تعسر. انتما تبارك الله صافي. شنو هذا صافي شنو هو؟ قول واو 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 ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. دمعة 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 جبالة. انا هنا شوية الثومة وسودانية مطحونين شوية الزعتر الزعتر شوية الزعتر شوية دمانتا هي حتى هي غير شطيبة دمانتا ضروري كيعطي واحد النسمة زوينة والملحة وصافي هادشي اللي كاين ونخلطوه مزيان. بس اللي بغاوه بلا ملحة راه كنديروه بلا ملحة. نعم طافي هاد الحال كيف الملحة بلا ملحة هانتوما خلطو ندخل فيه ديك الصامولة مزيان تبارك الله كيفاش عامل. ما شاء الله تبارك الله حنا على قدم وساق كنوجدوا لكم منتوجات هادو في اطار لومبالاج كنومباليو باش نصيفطوا السلعه للناس. ما شاء الله تبارك الله هادو المكسرات بالعسل الحره ديال الكاليبتوس ما شاء الله تبارك الله. هادي عسل الاعشاب هادي العسل الحره ديال الجبال هادي السمنه السريعه الخلطه ديال البومزوي ما شاء الله تبارك الله وحبوب اللقاح اللي كتمشي كادو مع العسل ما شاء الله تبارك الله. واللي بغاها راه متوفره. اللهم زيد وبارك جميع منتوجاتنا الطبيعيه الحره الاصليه راه متوفره هي علوانه كذلك في اطار لومبالاج كذلك. اللهم يسر غدا نديرو معكم واحد لا فيديو ان شاء الله باذن الله تعالى ديال عمليه التوزيع والشحن وما شابه ذلك. خليع البلدي ديال الريجيم الاصلي حتى هو كاين. المهم جميع المنتوجات ما شاء الله تبارك الله فمرحبا الف مرحبا. توصيل داخل وخارج ارض الوطن لجميع المدن المغربيه ولجميع الدول. العسل حره اصليه ديال الجبل ما شاء الله تبارك الله راه ما تلقاوهاش من غير جوج مناطق في المغرب اللي هي تاونات ووزان ديال الدواء اللي بغى الشفاء. من طبيعه الحال كاينه الحلوه وكاينه المره اللي نادره في المغرب. المهم باش ما نطولوش عليكم ولا فيديو ما يجيش طويل انتظرونا في لا فيديو ديال غدا ان شاء الله باذن الله تعالى. واللي بغى جميع المنتوجات يكفي انه يدخل عندنا الواتساب ويزيد يتعرف علينا اكثر.